افتتاح المخيم الصيفي النموذجي لمدينة الصعيدية محطة مهمة على مستوى تعزيز البنية التحتية للتخييم بالمدينة والاستجابة لرغبات الأطفال بالاصطفاف في ظروف مريحة وبجودة خدمات عالية، ليسير بذلك شعار برنامج التخييم عطلة للجميع. افتتاح ديال المخيم ديال السعيدية اللي كنعتبروه اليوم واحد الفضاء يعني طفولي بامتياز لانه كيشكل واحد القطب جديد في المنظور الوزارة الجديد. ما ننساوش انني كنت يعني في مسابقة في مناسبة فائتة نذكرنا بان توجد الوزارة هي خلق اقطاب يعني الفضائية بما يخص العملية ديال التخييم، وهاد الاقطاب يعني تتجه نحو خلق يعني فضاءات من مثل هذا المستوى في هذا الحجم. مرافق متنوعة وفضاءات للترفيه وضعت رهن إشارة المستفيدين من قاعة للأنشطة ومطاعم ومسبح، والتي تنسجم مع المضامين التربوية الحديثة لترسيخ قيم المواطنة والتربية في نفوس الأطفال. بالنسبة للوضع التخييمي سابقا كان يعني بحالها ماشي بهذا المستوى هذه، علاش؟ لأن كانت واحد البنية أخرى من 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 الفئة ديال المخيمات القديمة اللي كتعتمد على الخيام. ما الان في اطار استراتيجيه جديده ديال الاداره اللي بغات تبدا دير واحد مراكز التخييم بمواصفات جد عاليه. ومن مميزات مخيم السعيدية قربه من شاطئ البحر وقدرته على استقبال عده جمعيات للتخييم من اجل توسيع قاعده المستفيدين وضمان استفاده الفئات المعوزه من الانشطه المنظمه في فتره العطله.